الأسبوع الجاي بتصلك أخبار حلوة. رح أعرف الأخبار بنفسي لأنه رح أجي وأحضر الدعوة. عن جد عم تحكي؟ حابة أكون موجودة بهداك اليوم. كوني كتير ممنونة لإلك. أهلا وسهلا. منشوفك يوم الخميس. يلا بخاطرك. الله معكم. ما بدنا نروح على البيت. وشو منعمل؟ خلينا نقعد بشي مكان ونشرب كاسة شاي. ماشي. لحظة مدام فاطمة، صار لك قديش وانت عم تراجعي دكتورة نفسية؟ فاطمة ما بدها تحكي مع حدا. مدام فاطمة بترجاكي سؤال رجاء. صغير مدام شو عم تعمل؟ وقف لا تصور. مدام فاطمة لحظة، ما رح اخرك. لحظة مدام، سؤال صغير. صور صور. من فضلك بس دقيقة واحدة. كيف قدروا يلاقونا؟ أكيد كاينين عم يراقبونا. طب عجل خلينا نمشي. بحب هالريحة كتير. بس لا تحط لنا المحروقين. رح نقيلك ياهن يا خانم. تفضلوا إن شاء الله صحة وهنا. شكرا. الله يعوض عليك يا أستاذ. يعطيك العافية. يعني كان ضروري؟ هو من ناحية منيح ومن ناحية مو منيح. حاسس حالك تعبان ما؟ هيك بحس بعد كل مراجعة. بس كمان حاسس حالي كأنه حمل ونزاح من على كتافي. الشي اللي مستغربه إنه قدرنا نحكي وأشياء ما كان فينا نحكيها لبعضنا. حكينا كل شيء قدام الدكتورة. طيب ليش ما منتعرف على بعض من جديد؟ ما بعرف صراحة، ما منقدر. طيب معناتها من اليوم ورايح لازم نحكي كل شي لبعضنا وبلا ما نستحي. اتفقنا. كل شي منفكر فيه وكل شي بيخطر ببالنا كمان وبلا ما نخبي شي. بلا ما نخبي وبلا ما نستحي كمان. أنا موافقة. وأنا موافق. وبعدها كل شي رح يكون. بس لو بتنتهي هالدعوة أنا رح ارتاح كتير. رح ينحكموا أنا متأكد. صراحة أنا خايفة شوي كريم، لأنه القصة كبرت وصارت بالجرائد والدعم عم بيزيد أكتر من أول. صار ملايين الناس عم يعرفوا بقصتنا. هاتي الإشارة. شوفي فخر الدين بعد حدا من رجاله يلحقنا. لا تطلعي، خليه يلحقنا. هاد ممتاز ما؟ فكر حاله انه عم يحمينا. غبي. اي فوق منو خايف عليك وبدو يطمن كمان. بس انا ما بدي شي من فخر الدين بيك. سواء حبيت هالشي ولا ما حبيته فهو كتير منيح بالنسبة لإلنا. هيك انا بحس حالنا بأمان. لهيك ما في داعي تعصب منه او تتضايق. شو بنا كريم؟ تعالي نقعد بشي مطرح. ماشي. أنا متوترة كتير لأنه رح قابل هدول بالمحكمة. فاطمة لا تتوتري، فيكي ما تحضري الجلسة. ما بيصير، لازم أحضر الجلسة. بدي شوف شو لما بينحكموا. أنا حاسة حالي أقوى منهم بكتير.
شو في؟ ما في شيء. اتفقنا انه ما نخبي شيء عن بعضنا، ما عندي رغبة قوية انه تحسس شعرك بإيدي. مشي الحال. هي أكيد أمي قلقانة علينا. أستاذ نزير. ألو؟ فاطمة كيفك بنتي؟ منيحة، هي جايتنا من عند الدكتورة وقاعدين عم نشرب شاي. إيه صحة وهنا. آسف ما بدي انزعلكم مرقكم بهالساعة. شو في؟ تغير القاضي اللي كان مستلم القضية. غيروا القاضي. قال نقلوه لغير محكمة. شو رح يتغير؟ أكيد رح يستلم حدا بداله. إيه مزبوط، بس ما في قدامنا وقت. إمتى رح يلحق يقرأ كل هالملفات؟ أكيد بده جلستين على الأقل. يا الله، كنت متأملة نخلص بقى. وباعتبار القضية كتير معقدة، أكيد رح يطلب وقت لحتى يدرسها. لا يعرف أدق التفاصيل، حبيت خبرك لحتى ما تتفاجئي بعدين بتغيير القاضي. ماشي، بعدين نلتقى بالبيت ومنكمل حديثنا. المسا منشوفك. يلا باي، سلمي لي على كريم. الله يسلمك. شوفي قلبي، جوز تاخد جلستين. عن جد؟ لا تزعلي حبيبتي، لأنه النتيجة رح تكون لصالحنا إن شاء الله.